بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد محمد. في هذا الفيديو هذا غنشوفو الميتري الكترونيك، كومون فونكسيون لا ميتري الكترونيك، يعني تقرا تصاوب ميتري الكترونيك. هنا عندنا لو بلوس 5 فولت، هنا لو موان 5 فولت مشات الريزيستانس 100 اوم، 100 اوم. وهنايا عندنا 1.8 فولت، 1.8 فولت، وهنا 0 فولت. ياك مشات الانتيريبتور، ما انتيريبتور ريزيستانس 100 ميكرو فاراد، الليد 2.4 فولت، 2.4 فولت ليد روج. وهنا عندنا ترانزستور تي بي سي 54.78، يعني هنا شحال كيخرج؟ كيخرج 0.7 فولت، ياك 0.7 فولت. هنا الكورون هنا اي 15 ملي امبير، دخل مثلا هنايا سميتها وجا مشى الكونداساتور، لو موان دو كونداساتور، مول لو موان ديال الكونداساتور مشى الموان ديال ريزيستونس 3 10 اوم. من هنا مشى الموان ديال لابا ديال لاليمونطاسيون، ومن هنا لاباس مشات لريزيستونس 33 كيلو اوم، 33 اوم، فيها 16 فولت على 0 فولت، 16 فولت هذا ديال. ومن هنا من الريزيستونس مشات لانتيريبتور، ومن لانتيريبتور بحال هكا فهاد التلاقية هادي مع الريزيستونس مشات مشات الكوندونساتور، كوندونساتور 100 ميكرو فاراد، 100 ميكرو فاراد. ومن هنا مشات ريزيستونس 10 اوم. نعاود عاود تاني هنا، هنا لو بليس 5 فولت مشى ريزيستونس 100 اوم. من هنا انتيريبتور، الصوت ديال الانتيريبتور مشات ريزيستونس 33 اوم، 16 فولت. ومن هنا بلوس كونداساتور 100 ميكرو فاراد، ومن هنا مشات ريزيستونس 10 اوم. ياك من هنا مشات قلنا هذا سميتو 33 شنو لي، ومن هنا لا ريزيستونس 33 اوم مشات لا باز. الصوتي ديال هاد ريزيستونس 100 اوم جات ومشات ليد 2.4 فولت و 2.4 فولت، مشات الترانزستور تي بي سي 54.78. ومن هنا لا باز مشات ريزيستونس 33 اوم. ومن هنا خرجة ديال الترانزستور لي الكورون ديالها فيها 15 ملي امبير، مشات لموان ديال الكونداساتور لموان 0 فولت، 100 ميكرو فاراد. ومن هنايا مشات لموان ديال ريزيستونس 10 اوم، ومن هنا مشات لموان ديال لاليمونطاسيون. دونك هذا هو كيفاش كومون فونكسيون لا مينيتري الكترونيك. هنا بغيت نصاوب ميكرو، دابا لو وركت على هاد سميتها غتبقى هاد الشاشة على واحد شحال من سكوند، كيلكو سكوند غتبقى شاعلة سميتها غتطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد شوي. بعيد. زيادة دابا. سيش قرب. دابا. ستيفن سيجل ياك. والله صافي.